اعتذر عن الانقطاع اللي صار، كمل محاضرة. ايه طلع، فاني شنو المشكله؟ انا لازم ارجع للاساسيات، يلا اكمل المحاضره. المشكله ان الاساسيات ما باخذها بالسادس. زين هسه اخذنا العزومه، لازم راح ناخذ الرياكشن اوف الكين. شنو تفاعلات الالكين؟ الالكين ويا شنو يتفاعل؟ الالكين يتفاعل ويا الاكسجين. اي من تلاقي الكين يتفاعل ويا اكسجين، الناتج مالتي سي او 2 زائد الماء. ناخذ مثال مثلا سي 3 H8، هذا حسب الجينال فورمولا هذا الكين، وروح انت شوفه هاي يطلع لك الكين زائد O2 شنو يعطيني؟ CO2 زائد بدون ما لحق. بس شنو تبقى عندي مشكله من اوازن المعادله؟ هسه اجي اوازن المعادله كم ايش عندي؟ 8، هنا زائد 2 اضربه ب 4، 4 في 2 8. طبعا الاو اخليه بالاخير اسوي له موازنه، بقى سي كم؟ سي عندي 3، هنا نجد عندي 1 اضرب هنا 3، 3 في 1 3، تمام خلصنا. اجي اشوف عدد الاوات، 4 في 1 4، هسه 4 4 او عندي 4 اكسجين هنا عندي، 3 في 2 يجد 6 زائد و4 هنا اكسجين طلعت لي 10 اكسجين، يقل عندي 2 اضرب في 5 وازنت المعادله. ناخذ مثال اخر على مو بس الموازنه مالتكم، C2H6+O2 طلع لي CO2 بالتفاعل وH2O، هذا هيك غلط. كم C عندي؟ 2، كم C؟ 1 اضرب 2، كم H6؟ كم H2؟ اضرب 3. اجي اشوف كم O اكسجين صار، 3 في 1 3 زائد 2 في 2 4 يجد 7. انا هنا جيل عندي 2 بيش اضرب؟ اضرب 7 على 2، لما 2 بال 2 يبقى لي 7، تمام. التفاعل الثاني للالكان هو الهالوجينيشن. هالجنة، شنو الهالجنة؟ إضافة الهالوجين جروب. أجي أضيف هالوجين جروب على مجموعة الألكان. شنو الهالوجينات اللي عندنا؟ هالوجينات 4، يود، بروم، كلور، فلور، تمام؟ نحفظهم مثل أسمانة. فنجي الهالوجين من يريد ينضاف، شلون تتم العملية؟ كلها بوجود طبعا اللايت، عندي CH3 هذا إيثان بلس Cl2 مثلا، يجي يطلع H من نانا، هذا Cl2 شبي يعني Cl Cl، تمام. يجي يطلع H من نانا يرتبط ويا Cl فيكون لي HCl. خلصنا من HCl. بقى شنو عندي؟ بقى عندي HCH3 وCH2 لأن شلنا من H. Cl راح ويا H طلع لي حامض، بقى لي شنو؟ Cl يجي يرتبط هنا فيكون لي مركبات الهاليد، هاي يسموها مركبات هاليد، يسموها هاليد الكار هاليد الكان، تمام. سهل جدا هذا التفاعل، يسموه هالجنة. من أسمع هالجنة يعني إضافة الهالوجين. التفاعل الثالث والمهم اسمه الدي هيدروجينيشن. دي هيدروجينيشن، دي هيدروجينيشن يعني إزالة جزيئتين هيدروجين. طبعا من أزيل جزيئتين هيدروجين معناته راح يتحول الألكان إلى ألكين. إذن هاي الطريقة تعتبر طريقة لتحضير الألكين. ما ننسى، شوف ناخذ مثال بالله بسيط، مثلا عندي CH3 من أسوي له دي يعني نقص H2، ما نشيل H2، نجي نشيل H من هنا
ونيجي نشيل H من هنا. فشي يصير؟ مركب يصير CH3C، شلت H شنو بقى؟ H. زين، شلت H من الثاني شنو بقى؟ H. بس من أشيل H بH لازم أخلي دبل بوينت فيتحول إلى ألكين حتى يكون مركب مشبع و CH3. أكو معلومة لازم أقولكم إياها قبل ما نبلش. الكربون رباعي التكافؤ، يعني يرتبط أربع ارتباطات. هسه من هنا أنا مثلاً عوف الآسرة المزدوجة، كأنما ما عندي بس آسرة واحدة وأنا شلت أتشين. شوف هسه مثلاً نيجي على هذا السي، ويا ما مرتبط ويا الأتش، طبعاً هو رسمه كالآتي. المركب إحنا ما نرسمه يعني، هذا رسمه حتى يميز الارتباطات مالته. شوف السي هاي وين مرتبطة؟ بسي واحد ارتباط واحد، وارتباط الثاني بسي، وارتباط بH ثلاثة بقى الرابع. نيجي نشوف هذا واحد اثنين ثلاثة بقى ارتباط رابع، فنحط آسر مزدوجة الأمونيا يصير عند ارتباط رابع. تمام، التفاعل الرابع اللي هو كراكينج، يعني breaking up of large amount structure، ستراكشرات الكبيرة أكسرها. من أكسرها إيش راح يطلع لي؟ راح يطلع لي ألكان وألكين. تمام، عملية تكسير long chain of the ألكان ينتج لي مركبين، ألكان صغير وألكين كالآتي. ناخذ مثال CH3 CH2 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 CH3. هذا من ينكسر شجي اجي اشيل هذا المركب راح ينكسر، يطلع وحده. طبعا السي كم ارتباط؟ واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، فلازم احط عصر مزدوجة. زائد شنو بقى؟ بقى عندي CH3 CH2 اللي هي هاي و CH2 اللي هي هاي و CH3. هذا الكان كمون الكان والكين. هاي عملية الكراكينج تكسر. الايزوميرايزيشن هي شنو العملية؟ العملية جدا سهلة. الايزوميرايزيشن هو ري اريجمنت، اعادة ترتيب المولكيولز. مثلا أعطيك هاي الذرة CH3 CH2 CH2 CH3، وخلي لك ALCL3 عوامل مساعدة و HCL. هاي معناته أنا راح يصير لي isomerization. isomerization مجرد أسوي تفرع، يعني هذا أجي أخليه هنا أنا، فيصير CH3 CH CH3 CH2 CH3. بس أنا جيت CH3 حولتها خليتها تفرع، صارت برانش. تمام، كونت ايزومر. ايزومر شنو هو؟ رتبت المركب بترتيب ثاني بحيث انطاني مركب ينطي فيزيكال بروبرتيز وكيميكال بروبرتيز مختلفه. خلاص هذا يسموه ايزوميرايزيشن. لحدنا الالكان تمام، راح ناخذ مركبات اخرى يسموها السايكلو الكان. من اسمه السايكلو الكان، حلقي الكان حلقي، يعني الاقي هيك مثلا الكان صار على شكل مثلث اللي هو CH2 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 آسر. شوف حلقة صاير من ضمن حلقة، مكونين حلقة مثلا أو حلقة رباعية مثلا هيك. طبعا كل زاوية تعني لي CH2. تمام، أو مثلا حلقة خماسية 1 2 3 4 5 صح، أو سداسية. نجي نقرأ طبعا. يقول السايكليك or close chain alkanes also exist. This substance called cycloalkane or cycloparaffin have general formula. عندها general formula. شنو general formula مالتها؟ CN H2N. بس ليش؟ لأن بالعملية الحولقة خسرت 2H، فالزائد 2 راحت. Their name are formed by adding perfect cyclo. من أريد أسمي مثلا عندي هذا المركب، هذا المركب ونفرض CH3 CH2 العفو
CH2 CH2 آسفة كم سي؟ واحدة اثنين ثلاثة. هو الثلاثة احنا مو قلنا بروبان صح؟ بروبان كلامنا صح، بس قبلها اكتب سايكلو على مود ادري انه ترى هذا حلقي مو عدل، تمام؟ مو سترايكس. زين with the same name of carbon atom، يعني اذا ثلاثة بروبان اذا اربع بيوتون، بس قبلها لازم احط سايكلو. السايكلو مهمة. الرياكتيفيتي اوف سايكلو بين سايكلو بروبان اند تو ليزر ديجري ذات اوف سايكلو بيوتان از جريتر ذات ذان اذر الكان. زين this greater reactivity exists because carbon-carbon bond angle in these substances devised from tetrahedral angles. يقول لك reactivity مال السايكلوبيوتان هذا والسايكلوهيكزان هي السايكلوبروبان and سايكلوبيوتان تكون كreactivity أعلى من بقية الألكان. وبالعموم المركبات الحلقية إلها رياكتيفيتي، شنو رياكتيفيتي؟ قابليتها على إنه تتفاعل أسرع وأقوى وأفضل وأحسن من الألكان اللي مو حلقي، تمام؟ لأن يعتمد على الأنجل الزاوية اللي راح تكونها، هاي تكون زوايا، هاي الزوايا يعني هي راح تسوي تفاعل، تمام؟ خلصنا؟ خلصنا. هاي السايكلو ألكان مو بحصان. راح ناخذ الانساتوريتد هيدروكربون. شنو اقصد بالانساتوريتد هيدروكربون؟ هيدروكربون يحتوي يعني يكون البوند اللي تربط الكربونات تحتوي على دبل بوند بين سي وسي، او تحتوي على تريبل بوند. اذا احتوت على دبل بوند اسميها الكين، واذا احتوت على تريبل بوند اسميها الكاين، تمام؟ زين الانساتوريتد اوف هيدروكربون. انساتوريتد هيدروكربون consists of three families of homologue compound contain multiple bond between carbon in each family every compound contain pure hydrogen. يقول لك عدد كميات الهيدروجين اللي موجوده بالالكين او الالكين او كميات الهيدروجين الموجوده بالانساتوريتد هيدروكربون اقل من كميه الهيدروجين الموجوده بالالكان اللي هو ساتوريتد، صح؟ لان اني من اكو اثره مزدوجه معناته اكو اتشين طائرات اصلا من قاعه، فاصلا طبعا الساتوريتد يكون هيدروجين مالته اكبر. بالالكان بالانساتوريتد هيدروكربون يكون مور رياكتيف ذان ساتوريتد هيدروكربون. هاي معلومه تحطوها باذنكم حلقه نقول عليها. عندنا الالكاين، الالكاين شنو؟ كربون بكربون يرتبطون بتربل بوند. زين الأروماتيك كومباوند contain بنزين رينج. يعني إذا أنا عندي حلقة، تمام، وصار بها ثلاث أواصر أقول عليها بنزين، تمام. زين هاي المركبات يسموها الأروماتية، راح ناخذها ان شاء الله بالمحاضره الثانيه. زين هسه شلون اريد شلون اسمي الالكين اللي هو انساتوريتد هيدروكربون؟ اي تسميه على مستوى الكيمياء اكو كومون نيم واكو ايوباك نيم. الكومون نيم تسميه شائعه اخترعها العالم ما لها قاعده، والايوباك نظام عالمي للتسميه، نظام خاص بالتسميه ما يقبل غلط. تسمية الألكين راح ناخذ الأيوباك نيم، لأن هو ماخذ فقط الأيوباك نيم. الأيوباك نيم شو يقول؟ راح آخذ مثال، تمام؟ ناخذ مثال وعلى غضونه راح نبدي نسمي حتى أعلمكم القواعد مال التسمية. هذا كلور، حتى هذا سي ال طبعا كتابتي مو حلوه. زين اذا اردنا ان نسمي الالكين نختار اطول سلسله،
هاي أطول سلسلة، أطول سلسلة هيدروكربونية هاي، يعني مثلا هذا لا هاي أطول سلسلة. نرقم من السي التي تكون أقرب على الآثرة المزدوجة، إذا رقمنا من هنا راح يصير 1 2، الآثرة المزدوجة تأخذ رقم 2 3 4 5. طبعا يقول لي مو الآثرة المزدوجة بين 2 و3، ليش ما نقول 2 و3؟ لا نأخذ أصغر رقم، يعني أخذ 2 ما أخذ 3، تمام؟ بينما إذا رقمنا من هنا راح يصير 1 2 3، الآثرة المزدوجة تصير برقم 3، فأرقم من هنا. نسمي التفرعات، راح أبدأ بالتفرعات. شنو عندي؟ برقم 4 تفرع وبرقم 1 تفرع. شلون أسميه؟ برقم 4 مثل، مثل هذا إذا سي وحدة متفرعة أسميها مثل، وإذا سيين أثل، وإذا ثلاثة يعني شلون سيين؟ يعني سي إتش 3 أخرى، تمام؟ طبعا هذا سي إتش 2 سي إتش 3. إذا كانت ثلاثة بروبل، 4 بيوتل، بيوتل مو بيوتال، بيوتل يعني متفرعة ما تعتبر سلسلة أصلية. فمن اريد اسمي عندي مثل وعندي كلورو، تمام؟ هذا كلور مو كلورو، يعني السي يا هو بالاحرف الابجديه قبل السيل والام السي، فاقول 1 كلورو اسرع 4 مثل، 1 كلورو 4 مثل. هسه اجي اشوف وين رقم الاثر المزدوجه برقم 2. خلصنا، حطيت رقم 2 هو رقم الاثر المزدوجه. اعد 1 2 3 4 5، 5 يعني شنو؟ بنت مو بنتان، بنتين. ليش؟ لان الكين، اذا عندي الكان اقول بنتان، اذا عندي الكين اقول بنتين، اي ان اي، تمام. زين ناخذ مثال اخر، نختار أطول سلسلة هاي، نرقم من الأقرب إلى العاصر المزدوج. طبعا من هنا نسمي التفرعات. عندي برقم 3 تفرعين اثنين نفس الشيء مثل، فأقول 3 3 داي، داي يعني ثنائي، داي مثل. رقم العاصر المزدوجة 1 1 2 3 4 بيوت إين إضافة الالكي. خلصنا من التسمية، خلصنا هو ما شاء راح مجرد كاتب لكم name of alkan derived from name of the corresponding alkene ومنطيكم أمثلة وخافص الدنيا وانتهى الموضوع. ما موضح، وهذا يعني غلط عظيم، تسمية مهمة جدا. geometric isomerism in alkene، راح ناخذ الايزوميرزم مال الالكين. الايزوميرزم مال الالكين شويه بصعوبه، مو مثل الالكان. بالالكان احنا قلنا نغير بالسبستيوشن الموجوده، يعني اخلي مره واحده برانشين وانطي راح ينطيني مستركشرات مختلفه واقول عليها هذا ايزوميرزم، اتفقنا؟ استغفر الله. بالالكين خلنا نقرا بالله، اولي 2 داي كلورو ايثان، داي كلورو إيثان، إيثين وليس إيثان. العفو كاتب only، خلنا نقرأ بالله من جديد، only 2 داي كلورو إيثان تعرف بواحد واحد داي كلورو إيثان هو CHCl2CH3 and 1 2 داي كلورو إيثان. But surprisingly, there are 3 dichloroethane, namely 1-1 dichloroethane. حكي ما مفهوم، بس راح أكتب لكم شلون تصير عملية الأيزوميرزم. الأيزوميرزم أنا عندي آثرة مزدوجة بين سي وسي وأكو معوضات، يعني مثلا أكو هنا مجموعة كلور مثل هو المثال اللي ماخذه، هنا هيدروجين هيدروجين. إذا كانت الكلور
المجاميع المتشابهة متقابلة واحدة مقابل الأخرى، هذه يسموه الايزوميريزم، يسموه سيس. تمام، سيس. وأكمل التسمية اللي هي داي كلورو إثين. تمام، إذا أنا شنو هذا يسموه؟ هذا الايزوميريزم يسموه سيس. تمام، بينما إذا كانت الكلور متباعدة، أو إحنا نسميها مو متقابلة، نسميها يعني على جهات مختلفة، شوف الـ H والكلور شلون صايرة مثل X، هاي يسموها ترانس. هو نفس الأتوميك، شوف نفس على السيات، نفس على الأتشات، بس الاختلاف بالترتيب مال الكلور والـ H اللي صار على العاصرة. زين، نقرأ بالملزمة شي يقول. يقول they are three dichloroethane namely CCl2 عصرة مزدوجة CH2 and two isomerism. يعني شوف هذا يقول لك هذا مركب عنده two isomerism. تمام، هذا مركب عنده two isomerism، واحدة من هذه الايزوميريزم ممكن تكون على شكل cis والثانية تكون على شكل trans. تمام، زين. Compound contain carbon-carbon double bond اللي يسموها bi bond، طبعا هاي العصرة يسموها bi bond. تمام، have لديها restricted rotation about double bond. Rotation cannot occur unless the bi bond break difficult process. Restricted rotation in molecules give rise type of the isomerism. يعترف بالgeometric isomerism. Geometric isomerism هي احنا شو نقول على الهيكليه، هيكليه مركب. فمثل ما ذكرنا انه هذا الى تو ايزومريزم، ممكن يكون سيس وممكن يكون ترانس. حتى بهاي يعني مثلا هذا مركب، طبعا ايزومريزم تقول وين استفاد بها، ان شاء الله ناخذها باللبد بالدهون، درسكم اياها يعني بالتفصيل شلون يصير ايزومريزم على اللبد. هسه هاي متقابلات متشابهات، هذه يسموه سيس. بينما اجيب هذا هنا وهذا اخلي هذا اجيبه هنا اقلب، بس اقلب خلي ال H فوق والسي H2 سي H3 جوا، راح تصير متقابله، مو عفوا هنا متقابله، راح تصير متعاقبه، فيسموه ترانس. تمام، زين، خلصنا. وهذا كله الجيومتريك ايزومريزم او ذا الكين. راح ناخذ السايكلو الكين، مركبات الحلقية مال الكين. The name implies سايكلو الكين. من أريد أسمي نفس التسمية، كل نفس الشيء، بس قبلها أكتب سايكلو. Contain carbon-carbon double bond in ring. The two most common سايكلو الكين are cyclobentan and cyclohexan. أكثر المركبات السايكلو الكين مشهورة هو سايكلوبنتان وسايكلوهيكزان. هذا سايكلوبنتان، هذا سايكلوبنتان، هذا سايكلوهيكزان. دبل بوند ماي بي بليس بتوين تو كربون اتوم. تمام، ما بيفش صعب ترى. هذه حلقة، حلقة خماسية، شلون سايكلو الكين، بس حطينا عصر هنا، لأن هذا سي وهذا سي، حطيت عصر بينهم خلاص سايكلو الكين. تمام، راح ناخذ المركب الثالث اللي هو الكين. الالكين الى ايوباك نيم. الالكين شنو هو؟ انساتوريتد فاتي اسيد. عدد الكربونات اللي يحتوي، عدد الهيدروجينات يحتويها اقل من الساتوريتد. الالكين اكو تريبل بوند بين سي و سي. من اريد اسمي بالايوباك نيم نفس ما اسمي بالالكين، بس شنو يختلف؟ من اريد اسمي السلسله الطويله، تذكرون من قلنا اسمي بنتين. تمام، هنا لا، نسمي بنتين. ناخذ اي مثال، اي مثال بسيط على مود نعديها ان شاء الله. سي اتش 3 سي اتش 2 سي اتش، عفوا سي اتش 3 سي تربل بوند سي سي اتش 3. نختار اطول سلسله ونرقب من الاقرب الى العاصره الثلاثيه. نسمي التفرعات أربعة، مثل نسمي
نحدد رقم العناصر الثلاثية برقم 2، المركب 1 2 3 4 5 بنتاين. تمام؟ زين، الجنرال فورمولا للألكان CnH2n ناقص 2. تمام؟ يعني مثلا إذا قلت لك عندي C2H2 هذا شنو هو؟ الكاين لو الكين لو الكان، تجي شو تسوي؟ مثل ما قلت لك حطي لك على الشات كأنما ما موجودة، عوض الان بعدد السيات، فقول 2 في 2 ناقص 2، 2 في 2 4 ناقص 2 يساوي 2، جد على الشات 2 خلاص، هذا يعتبر الكاين. راح اجي شلون احضر الالكان بالمختبر. اكو طرق تستخدم لتحضير الالكان. Although triple bond are very reactive، طبعا reactivity مالته جدا عالية على من الالكين والالكان، reactivity easy to synthesize الكان. عندنا الاستيلين، شنو الاستيلين؟ الاستيلين هو نفس الايثاين اللي هو C triple bond CH، triple bond CH يسموه استيلين. الاستيلين يعني التسمية الكامل. شلون يتحضر؟ يقول لك اقدر احضره، اجيب كالسيوم كربونيت افاعله ويا ماء. ايش راح يصير؟ يجي ال H2 يتفاعل ويا C2 فيكون C2H2 زائد الكالسيوم. طبعا هذا اضربه باثنين حتى توازن المعادلة، افاعل ويا جزيئة ماء. فمن يتفاعل الكالسيوم ويا جزيئتين ماء، جزيئتين ماء يعني انا ايش كم عفوا طيب، فمن اريد افاعل شنو يبقى عندي؟ هسه انا استخدمت 2H، شنو بقى؟ بقى O بقى H، OH باي 2. تمام، هذا تحضير الاستين. الاستين ممكن ان انا احضره باي شنو هو؟ اكسر الميثان CH2O4 اكسره. شلون اكسره؟ اجي اطير من عنده 6 H-ات زائد انا ايش كم H عندي؟ 2 في 4 8 8 H-ات، طيرت 6 جذب وقعد 2 C2، لان السي ايش كم سي عندي؟ 2 في 1 2 C2H2. طبعا هاي امتى اكسره؟ لازم اعرضه حراره 1500 سيليزي مين من تكسير. هاي فقط منطيكم هنا تحضير الاستين، يعني ما متعبكم تحضيرات صعبه مثل ماخذين جامعه البثاثه، يعني تحضيرات يعني مثل 6 تحضيرات إلى 7 بالالكان. لحد هنا خلصت الالكان او خلصت المحاضره الاولى. شملت المحاضره الاولى الهيدروكربون، وعرفنا شنو هيدروكربون، قلنا اكو ساتوريتد ان ساتوريتد واخذناها بالتفصيل. اذكروها باي سؤال عن حاضر. تمام، شكرا لاستماعكم، السلام عليكم.